والله طبعا اما كارثات ايش يقولوا ولكات الشواهد كلكمستان. التاثيرات التي خلفها فيروس كورونا كبيره، وهذه التاثيرات ليست فقط في كردستان وانما في عموم العراق. هناك كثيرون تضرروا من هذا الفيروس، خصوصا شريحه الكسبة والعاملين بالاجور اليوميه، وهم كثيرون جدا. ايضا هناك عائلات فقيره تضررت. ربك موجود، ربك موجود. احنا ما نقدر، احنا نتعامل، احنا كانت عندنا فلوسات بجيبنا صرفناها كلها. من تصرف فلوسك ايش تبقى عندك؟ بس من عليه واحد انه يرجع المحل. وزعي برلم اوي كورونا ولقد اوي نفتي. يتحدث بصراحة، الآن مع فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط في الشرق الأوسط، العراق وكردستان يدفعون مرتبات شهرية كبيرة. هذا خطأ. في ظل هذه الأوضاع كيف ستستطيع الحكومة دفع الرواتب؟ كان يجب عليها الاهتمام بالقطاع الخاص. أكو يعني يوميات يشتغلون يومياتهم وما عندهم فلوس. يعني والله العظيم حاليا قاعدين على الطالب والطالب البيت. يعني والله العظيم عسب أكو 25 دينار بالبيت، ما أكو بالبيت، ما أكو تشتري بيه صندوقين. العراق لا يمتلك اقتصاد، العراق يمتلك مالية. نقدر نسميه، يعني وأنا دائما أطلق عليه هذا التسمية، عبارة عن مكتب صيرفة كبير. مجرد بيع النفط تأتينا الأموال، العملة الصعبة، ثم تخرج مرة ثانية هذه العملة الصعبة لتعود لنا على شكل خدمات. لذلك ليس لدينا اقتصاد حتى تستطيع الدولة أن تتعامل بشكل يعني علمي ومهني.